eu d'enquête. Eh bien, en tout cas. Il a été condamné dans le cadre d'un émantèlement de. حكم عليه بعد حل مخيم قديميزيك عام 2010 في ضواحي العيون بالأراضي الصحراوية المحتلة. منذ ذلك الحين وأنا أتنقل للحديث حول هذه القضية التي تعرضت للتعتيم في فرنسا والعالم أجمع ما عدا بالجزائر، وهي فرصة اليوم أن أتحدث هنا بالجزائر بفضل الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات واللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي اللذان قاما بدعوتي إلى سطيف، وسوف أزور ولايات أخرى لاحقا.